منا بقى انا فهمت من الكلمتين اللي فاتوا ان انت تعرفي الهام شاهين بقى من فتره، العيلتين يعرفوا بعض صح؟ يعني ما كانش عندك توتر ان اخت جوزك هتبقى الهام شاهين؟ لا والله خالص، لا لا، اصل احنا نعرف بعض من زمان وبنتقابل وبنقعد وبنهزر وبنضحك، وهي بتحب منا من زمان من قبل ما يبقى في حاجه يعني خالص، يمكن لما كناش يعني نعرف بعض. انا اتمنيتها انها تبقى عروسه الامير في فتره يعني، وقلت له ده، وقلت له ده فعلا، وكان نفسي ان ده يحصل. اتاخر بقى شويه على ما تم، بس اول ما الاثنين قرروا ان خلاص احنا خلاص دلوقتي حاسين ان ده الوقت المناسب، قلت لهم انا عندي شرط تتجوزوا في اسبوع. كانت مصممه يعني كل ما اقول انا مش هلحق اعمل اي حاجه تقولي لا هيتعمل، مش هلحق اي حاجه بقى. احنا وضبنا بيت ووضبنا فرح في 10 ايام، تقولي مالكيش دعوه، كله هيتعمل، كله هيتعمل، كله هيبقى جاهز. وحقيقي كله اتعمل، كله اتعمل حقيقي صح. يعني عارفه ايه، اني سداد مالكيش دعوه. يعني اختصار الزمن كمان هي اللي كانت بتزق وراه جدا، ده حقيقي جدا. وواقفه بقى عامله مجنونه ان انا بوضب لهم البيت وان انا بحضر الفرح في نفس الوقت. الاثنين كانت مساله صعبه. الهام وضبت البيت على مزاجها ولا على مزاجك؟ لا يعني بصراحه مزاجها ومزاجي. اللي انتوا بتحبوه بالظبط يعني. يعني بس حقيقي يشوفوا كانوا بييجوا يشرفوا كده يبصوا هنا، لا انا هنتفرج يعني. ما كانش في وقت، ما كانش في وقت ان احنا نعمل حاجه. لا والله خالص، بالعكس. لا حبيبتي بالعكس والله، ده كتر خيرها، ريحتني وقالت لي ركز انت في الفرح وسيبك من البيت، انا هوضب. يعني كانت هي اللي واقفه مع العمال بنفسها. يعني اللود الكبير ده، اللود الكبير ده بجد شالته من علينا وعملت احلى حاجه. ده بجد ايه ده فعلا؟ والله ما انا عارفه ذوقهم وعارفه هم عايزين ايه. فانت تخش البيت تلاقي شبههم، والله العظيم شبههم. مش شبهي خالص، انا محبه جدا جدا، ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي. ربنا الفرح بقى، في ناس، الناس نوعين في موضوع الافراح. في ناس بتبقى مبسوطه قوي بتفاصيل الفرح والفستان والجرب والورد والكوشه والسنتر بيس، الورد اللي هيبقى في الترابيزه وكده يعني، ومبسوطين قوي. في ناس بقى متوتره جدا من التفاصيل دي ومش فاهمه هي ليه بتحصل في الفرح وايه الهم التقيل ده في موضوع ليله الفرح. انتوا انهي نوع؟ انا بالنسبه لي الحقيقه يعني الواحد فعلا كان متوتر جدا يوم الفرح، اول مره اتجوز برضه، فانا ما اعرفش الحقيقه ايه اللي بيحصل. اول مره اتجوز، لكن التفاصيل كانت مهمه طبعا. الواحد كان مهتم بكل التفاصيل، بكل حاجه، كنت عايز كل حاجه تطلع شكلها حلو علشان هي تنبسط في اليوم ده. بس فكره الفرح بالنسبه لي بقى ان العريس والعروسه لازم يفضلوا واقفين على البيس طول الوقت بيرقصوا، دي بالنسبه لي كانت فكره غريبه جدا. ليه انا افضل واقف على رجلي 6 ساعات يعني؟ مش فاهم الحقيقه. ليه؟ طب ما العريس ده ممكن يقف مع صحابه ويقول لك لو كده مالك وبتاع، يعني مفيش حاجه. بس لا يعني ده مشكله مع الصور، الصور بصراحه يعني. قال لك ايه؟ طب وليه الكوشه؟ نوسع المكان، كان في كنبه كده عاملينها الكوشه بتاعتهم على الستيج، اتشالت لان هم واقفين طول الوقت. يعني ما سابوش مكان تقعد بصراحه. ده سؤال وجيز، هو ليه بيعملوا في نفسهم؟ انا مش عارف والله، مش عارف يعني. ده انا كل ما اجي اقعد بس دقيقه، انت قاعد ليه وحد يروح شد يا عم؟ برتاح على فكره. بس